نهم، الجبهة التي يعتبرها البعض مفتاح الحل العسكري في حال فشلت المشاورات السياسية. تشهد هذه الجبهة معارك هي الأعنف منذ حلول شهر رمضان. مصادر ميدانية أفادت بأن قوات الجيش المسنودة برجال المقاومة الشعبية حققت تقدما جديدا في منطقة مسورة، بالإضافة إلى تأمين وتطهير المنطقة بالكامل، فيما شهدت مناطق مبدع والحول وبني بارق معارك عنيفة وقصفا مدفعيا هو الأعنف. تأتي هذه المعارك بعد استقدام الميليشيا لتعزيزات جديدة من محافظة عمران لتعويض خسائرها المتلاحقة. وفي محافظة مأرب جددت الميليشيا قصفها الصاروخي والمدفعي على معسكر كوفل الخاضع لسيطرة الشرعية من أماكن تمركزها في أجزاء من صرواح وجبل الأشقري. وفي ذات السياق أعلنت الأجهزة الأمنية عن كشفها لخلايا تتبع الميليشيا في صرواح ومدينة مأرب، قالت أنها كانت على وشك القيام بأعمال تخريبية تستهدف مؤسسات الدولة والمنشآت العسكرية والاقتصادية في المحافظة. وتعد محافظة مأرب هي المركز الرئيس التي تتخذها الشرعية لإنشاء وتدريب الجيش الوطني الموكل إليه تحرير البلاد من سيطرة الميليشيات.